السلام عليكم ورحمه الله الحباب ديالنا. اليوم غنشارككم غدانا. دابا هنا الدجاج شرملته وحطيته يطيب، مش عندي الرفيسه عملت هنا التوابل، عملت واحد الرشه ديال الحلبه. دابا عندي هنا مطيشه، البصلة، عندي هنا واحد الرشه ديال العدس، صافي بعد ما صيبناها دابا نخليها هكا طيب. غنمشي نصيب ليها المسمن. ندوز المسمن دابا، غادي ندير الرفيسه ها كنديرلوش الزيت بزاف باش ما يجيش من الدم. غير ندير واحد شويه د الزيت ونطبقو. بعد ما تلقسو دابا نمشي ندوز نطيبو. Thank you.
نديرو له كل عكيم الخوفوش كيتنفخ. طيبنا هذا المسمن كيجي بهذا الشكل، جي رائع. غنخليوه حتى يبرد وغادي نقطعوه، نقطعوه ندوزو واحد نص قيوه. الرفيسه ديالنا بعد ما وجدات كتجي غزاله بهذا الشكل، رائعه. نتمنى تعجبكم، لو عجبتكم لايكات مشاركه وهذا حد الفيديو. السلام عليكم.